تستعد شركة هونور لإطلاق سلسلة هونور ماجيك 4 رسميا في حدث MWC للعام 2022. ستعقد الشركة المؤتمر يوم غد الاثنين 28 فبراير، حيث ستكشف عن السلسلة الجديدة التي تضم الهواتف الثلاثة هونور ماجيك 4 وهونور ماجيك 4 برو وهونور ماجيك 4 برو بلس. سنتعرف في هذا الفيديو على مواصفات هونور ماجيك 4 برو وهونور ماجيك 4 قبل الإعلان الرسمي. سيأتي الهاتف هونور ماجيك 4 برو بشاشة أوليد بحجم 6.81 إنش بدقة Full HD Plus. تدعم الشاشة خاصية فتح الوجه ثلاثي الأبعاد وتحتوي على مستشعر ضوئي لبصمة الأصابع. سيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الأول. أما بالنسبة للكاميرات، فالكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8، والكاميرا الثانية واسعة للغاية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2، والكاميرا الثالثة كاميرا تيليفوتو بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F3.5 مع دعم التثبيت البصري OS والتقريب الذي يصل إلى 100 مرة. أما فيما يخص الكاميرا الأمامية فهي فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F2.4 لصور السيلفي ومكالمات الفيديو. وسيأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4600 ميلي أمبير، تدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن السريع بقوة 100 واط. سيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12. تبلغ أبعاد الهاتف 163.6 في الطول و 74.7 في العرض و 9.15 ملم في السمك، ويزن الهاتف 215 جرام. أما فيما يخص هاتف هونور ماجيك 4، سيأتي الهاتف بشاشة أوليد بحجم 6.81 إنش توفر دقة Full HD Plus، وسيعمل أيضا بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الأول. أما فيما يخص التفاصيل حول ذاكرة الهاتف وخيارات التخزين غير متوفرة، ومع ذلك فمن المحتمل أن يصل بسعة تصل 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية. أما فيما يخص الكاميرات بالنسبة لهاتف هونور ماجيك 4، يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.8، وكاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2، وكاميرا تليفوتو بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F3.4 مع دعم التثبيت البصري OS وتقريب يصل إلى 50 مرة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجا بيكسل. سيأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4800 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 12. تبلغ أبعاد الهاتف 163.6 ملم في الطول و 74.5 في العرض و 8.8 ملم في السمك، ويزن الهاتف 200 جرام. ستجدون في أسفل الفيديو مقال مواصفات الهاتف هونور ماجيك 4 برو وهونور ماجيك 4. تبقى هذه المواصفات هي مواصفات حسب التسريبات وليست مواصفات رسمية. سيتم الإعلان عن المواصفات الرسمية للهاتف غدا الاثنين 28 فبراير، وسوف نقوم بمشاركتها معكم إن شاء الله. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.